الحديث في الليلة الثالثة، العفو الرابعة من ليالي شهر المحرم، في المقام في الخصائص. عنوان البحث هو شنو؟ كان عنوان البحث معرفة الحسين، معرفة شنو؟ معرفة خصائص ومقامات الإمام الحسين من وحي شنو؟ الزيارات. لحد الآن قدمنا بحثين. البحث الأول شنو؟ من زار الحسين عارفا شنو؟ احجوا عزيزي احجوا، جاوبني هم جاوب، ما لك غرض، خلي كلامك وياي. تكلمنا حول عارفا بحقه وبينا شنو كلمة عارفا بحقه، هذا البحث الأول. البحث الثاني شنو كان؟ وظيفة الملائكة في الحرم الحسين. قلنا كم قسم أكو من الملائكة في حرم الحسين؟ ثلاثة، ملائكة مرفرفين على قبة وملائكة محدقين بقبر، وملائكة مقيمين بقبر. هذا تكلمنا كم يوم عليه؟ يومين. اليوم نتكلم بحث جديد وفي زيارة جديدة للإمام الحسين. خل أقرأ لك نص الزيارة الذي أريد أوقف عليه الليلة بكلام طويل، بس أعينوني أسمعكم. بحث في غاية الخطورة والأهمية، ثاني أو ثالث سنة أطرحه على المنبر، ليالي الصادقية طرحته، في ليالي رمضان طرحته، الآن أطرحه، لكن كل مجلس أطرحه بشكل حتى تتبلور الفكرة في أذهان. مرة أطرحه بهالشكل، مرة بهالشكل. اسمع، في مفاتيح الجنان إخواني تجدون زيارة اسمها الزيارة المطلقة. شو اسمها؟ الزيارة الأولى. الآن إذا واحد طالع مفاتيح الجنان يلقى الزيارة الأولى المطلقة، بيها هاي العبارة راح آخذها. بس أنت شنو عزيزي؟ خلي بالك يمي، راح أقرأ المقطع الذي أريد أوقف عليه وراح أبينه ببيان بسيط، وإلا هذا المقطع يحتاج لشقد؟ 10 ليالي. أنا بهاي الليلة أختمه، باكر ما أحكي بي، ثق وحياتك، حتى لو بقى النص مالي غرض بعض. أريد باكر أتكلم على اليمن، أريد أتكلم عن كلمة ثار الله وابنه شنو والوتر، هذا غدا. أريد أتكلم بسرعة معارف عن الحسين حتى يتسنى لقارئ الزيارة أن يفهم هذه المعارف. اسمع الزيارة ماذا قالت. طبعا الزيارة من راويها؟ الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بيا كتاب كامل الزيارات المن لابن قولويه قمي. اسمع ماذا قال. قال الإمام الصادق في كلمة له في جملة زيارته لجده المولى أبي عبد الله الحسين. اسمع الصادق شي خاطب جد الحسين، اسمع بقلبك. من أراد الله بدأ بكم. المقطع وين قلنا يا زيارة؟ وبعد وين موجود يا زيارة؟ قبل كم ليلة قلنا هذا المقطع وين موجود؟ جامعة. أحسنتم سيدنا، هاي معلوماتكم تحفظها، كون دفتر وتكتب، هاي معلومات من نفائس المعلومات في أهل. من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الله الزمن الكلب، وبكم فتح الله، وبكم يختم الله، وبكم يمحو ما يشاء ويثبت، وبكم يفك الذل من رقابنا، وبكم يدرك الله وتر كل مؤمن يطلب بها، وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأرض ثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها والأرض العفو، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث، وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مرساها. هذا راح أشرحه بيت القصيد. وين محاضرة الليلة؟ هذا راح أقرأه هسه. خلي بالك يمي شو يقول الصادق لجد الحسين. إرادة الرب، شوف أنا من أجيب العبارة جرها، يعني عندي بيها كلام. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم
والصادر عما فصل من أحكام العباد. زين، هاي الزيارة. طبعا الخطاب جمعي لو فردي، ها؟ الأسماء جمعي بكم للذوات شنو المعصومة، 14 معصوم. هاي الزيارة تخاطب ايش قال؟ لكن الإمام المن جعلها مخاطب المن؟ للإمام الحسين عليه السلام. صدر الزيارة لخطاب المن؟ لا عزيزي، صدر الزيارة بكم، من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب. المن الخطاب بالبداية للأئمة كلهم، بعدين ايش قال؟ إرادة الرب في مقادير أموره شنو تهبط إليكم للحسين. أنا اليوم أريد أقف عند هذه العبارة، ولا بد من إكمال البحث، لا ماكو شارة. هذه الكلمة وردت في مقاماتهم سلام الله عليهم، والإمام أتبعها لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ومن جملة ما يبرز من قدسية هذه الكلمات بأن الإمام الحسين شنو، من أراد الله بدأ بكم الحسين شنو، الطريق إلى الله من هو؟ الحسين عليه السلام. جيد، ليش الحسين الطريق إلى الله؟ القرآن شنو قال؟ قل إن كنتم تحبون الله تبعوني يحببكم، إذا تحب الله تحب من لازم. شنو النبي شنو قال؟ حسين مني، اقروها، حسين مني وأنا أحب الله من أحبه، إذا تحب الله تحب الحسين. حب الحسين من يوصلك إلى الله. قل إن كنتم تحبوا، قل إن كنتم تحبون الله، تحب الله لازم تحب الحسين. إذن الجماعة الآن يحبون الحسين؟ معروفين جماعة، عرفتوهم يا ما يحبون الحسين، يحبون بس الله. يقول إحنا فقط حسبنا كتاب الله، قالها قالها كتاب، حسبنا كتاب الله. النبي يقول إني تارك فيكم شنو؟ كتاب الله وعترتي. ويقول لا لا لا، حسبنا شنو؟ كتاب الله. إيش تتصور يعني بس ذاك قالها؟ الآن ماكو واحد يردد عليه. ترتيبات جديدة. زين، ورد في الخبر عن جعفر بن محمد الصادق قال إذا أحب الله عبدا، شوف قاعدة قاعدة كلية، إذا أحب الله عبدا ألقى في قلبه حب الحسين. هلا 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 هلا، إذا أحب الله عبدا، أنت الآن القاعد يمل تسمع صوتي البعيد، تحب الحسين لا ما تحب الحسين؟ الله ألقى حب الحسين في قلبك، معناته من يحبك؟ الله يحبك. الإمام الصادق يقول إذا أحب الله عبدا ألقى في قلبه حب الحسين. الله يحبك. وقد سلف من كلمات جده، النبي قبل لا يموت ماذا قال؟ حسين مني. والله سواضحة هاي، واضحة المواضحة، حسين مني واضحة، وأنا من حسين. شلونها؟ وأنا رسول الله يقول وأنا، العبارة إخواني من أكررها تربية حجي بس ما أيد أحجي، وأنا من، وأنا من، تفهم؟ وصلت لما وصلت؟ وأنا من شنو؟ هسه والله حسين منك ندري بيك بين بنتك. وأنا مقام النبوة، رسول الله نبي عظيم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. شو يقول؟ يقول وأنا من حسين. هاي بيه حجي طويل، شو سوي له؟ لازم أوفى. زين، هذه زيارة السيد الشهداء صلوات الله عليه، الزيارة التي يزار بها، ذكرها المحدث القمي شيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه. زين، أنا أريد أن أفتح ألفاظ الزيارة، أفتحهم. الزيارة ماذا قالت؟ راح أخذ مقاطع مقاطع. ماذا قالت؟ ماذا قالت الزيارة؟ وبكم ينزل الله الغيث. شنو الغيث؟ الغيث شنو؟ المطر. الزيارة الجامعة الكبيرة ايش قالت؟ زيارة الجامعة الكبيرة ايش قالت؟ وبكم ينزل الله الغيث وبكم يمسك السماء. اكو تلاقح بين زيارة الإمام الحسين والزيارة الجامعة. شنو المقصود من وبكم ينزل الله الغيث؟ الخطاب لمن؟ لأهل البيت. هذا المطر ينزل، من الذي نزله؟ الله. سؤال، من الذي نزل المطر؟ بكم ينزل الغيث، بكم ينزل ال... ها يمي لا مو يمي، خلك يمي، خلك يمي، أقلك خلك يمي. بكم ينزل الله الغيث، المقصود لولا وجود الحجة شنو لساخت الأرض ومن عليها. هاي الأرض بمن مستقرة الآن؟ الكرة الأرضية بمن مستقرة؟ بالإمام الحجة عليه السلام. إذن هذه الأرض لولا الإمام الحجة شنو الآن؟ لساخت، لماجت، لنسلخت. الإمام الحجة عنده ولاية عليه من على الأرض،
والأرض مستقرة. ليش؟ لأن فيها أبدانهم مدفونة. أبدانهم مدفونة، الأرض موجودة. لولا وجود الحجة، يقول هكذا الحديث، لولا وجود الحجة على الأرض لمنعت الرحمة الإلهية. الآن المطر بمن ينزل؟ بأهل البيت. استقرار الكون بمن؟ بأهل البيت. عندنا بحث، هذا البحث جميل جدا، خل أطرحه الآن. من الذي يدير الكون؟ يلا سؤال، من الذي يدير الكون؟ الله. خيارات، الله أم الملائكة أم أهل البيت؟ هذا الكون، الكون، الكرة الأرضية كلها، من الذي يديرها؟ الذي يدير الكون كله. بس أريد صلوات عاليات راقيات. نعيد حكاياتنا مالات أمس ونبقى على المنهج، لن نتغير. نريد زلزال الحسينية بصلوات. تدري، تدري عزيزي الكريم ماذا قالوا أئمتنا عليهم السلام؟ من لم يقدر، إمامنا الرضا يقول، من لم يقدر على أن يكفر ذنوبه. أكو واحد بالمجلس ما عنده ذنوب؟ ما كله معصوم، إلا معصوم، وماكو معصوم، بس أبو صالح. يقول الإمام الرضا، من لم يقدر على أن يكفر ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، فإنها تهدم الذنوب هدما. هسا الكون من الذي يديره؟ الله لو الملائكة لو آل محمد؟ الجواب، من يدير الكون هو محمد وآل محمد. هسه تقول لي شيخنا شلون؟ شلون هذا الحكي؟ هذا هذا حكي خطر. اقول لك راح شوي اعطيني هسه انا عندي كم واحد ايش سوى. خليني شوي، لازم شنو؟ خاف شوي همه مولانا. باختصار، الله عز وجل هو يدير الكون. باختصار هو يدير الكون، الله سبحانه وتعالى يدبر الكون، هذا الكون كله بيد رب العالمين. لكن اسالك سؤال، القران ايش قال؟ والمدبرات شنو؟ والمدبرات امره والناشطات. اذا الله يدبر الكون كله يصير ربي، اي من خلق ملائكه؟ واكو ملائكه، ملائكه نزول المطر، ملائكه ملك الموت، اسرافيل، غير كل واحد عنده وظيفه. هذا الحكي صح لو لا؟ هذا صح لو لا؟ ليش كم واحد لا، لما نقول الكون يديره محمد والي محمد، اسود وجهه وهو كظيم. ما اجهلك، ما اجهلك بمحمد والي محمد. الذي يدير الكون الان منه؟ الله. لكن الله جعل شنو؟ عمال إله بالأرض يشتغلوا له. الله خلق الكون لمن؟ لمحمد وآل محمد. والدليل وين؟ ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرة ولا فلكا ولا بحرا ولا ولا إلا لأجل محبتكم، مو لأجلكم. لا، آل محمد مقام أعلى 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 حتى مطلع الفجر. الله خلق هذا الكل لمحبتهم. يقول إمامنا صاحب الأمر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، نحن خلائق الله. لماذا يقول إحنا خلائق الله؟ الله خلقنا بيده، الله خلقنا بيده، الله كظانا وخلقنا، خلقنا. يقول نحن خلائق الله، الله خلقنا، الله خلقنا. خلق من؟ خلق 14 معصوم. يقول الحجة بن الحسن، يقول نحن خلائق الله والخلق. انتم من خلقكم؟ يقول والخلق من بعد صنائع لنا، صنائع لنا، صنائع لنا. هسه المنبر ما ادري فاعليته الظهر راح اتفهمت لا ما فهمت لا. والخلق صنائع لنا، صنائع لنا، صنائع لنا. واضحه ان شاء الله. هيك انت جنابك الكريم عندك بخت وعمامتك كبيره، الله يخلقك بيده. شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا يحزنون لحزننا. هسه تقول لي شيخنا انت جعلت الامر كله بيد آل محمد، شنو الادله؟ اقول لك الادله طويله عريضه، لكن انا فقط قاعد انطي اشارات، ما اقدر. بس خلي بالك يمي، اشارات اهمها. بكم فتح الله. ايش قالك؟ ايش
قالت بكم فتح الله، يعني الله بيكم فتح الكون. أول ما خلق الله جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري يسأل النبي يقول له يا رسول الله شنو الله خلق أول شيء؟ قال يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ومن نور نبيك خلق الدنيا والآخرة. بكم فتح الله، الله افتتح الخلق بيكم. شايف أنت تسوي مهرجان، مهرجان واحتفال، والآن مع كلمة مؤسس الكذا الفلاني الله افتتح الدنيا بمن؟ بمحمد وآل محمد، أعز الخلق إليه، أشرف الخلق عنده، أكرم الخلق عند الله هم محمد وآل محمد. إذن أعظم شاهد على أن أهل البيت هم يديرون الكون ما هو؟ ما هو الدليل؟ الدليل الزيارة، قالت من أراد الله بدأ بكم. بعد إن محمد وآل محمد الله خلقهم. اسمع الله خلق، الله سوى، الله خلقهم. ترى هذا الحكي أنا أدري راح يصير لغط، ما يخالف. يا مغرب شنو؟ خرب، أنا مخرب كلش مخرب. لغط خلص، صار والما صار، القافلة تسير. شنو بعد؟ كم لا يهم الأسود نبخل، كمل. لو كل كلب عوى ألقمته، كمل. الله خلق، اسمع حكي، تقبل ما تقبل كيفك. الله خلق، الله خلق، خلق الكون كله. قال محمد وآل محمد قد جعلت الأوامر، فوضت إليكم أمر الدنيا وأمر الآخرة كل بأيديكم. خلاص خلاص، أنا مثل واحد شو يسمونه أسطل ومهندس بنى البيت وإجاك المفاتيح، قال لك يا سي الصالح الكريم هذا البيت وهاي مفاتيحه، اتصرف، أنا بنيته لك وتفضل. الله خلق الدنيا كلها ورتبها وعدلها وانطى المفاتيح بيد محمد وآل محمد وبدور محمد وآل محمد. هم من يعطون الأوامر لمن؟ للملائكة. والملائكة شنو؟ والمدبرات أمرا. الملائكة من تأخذ أوامرها؟ من أهل البيت. تتنزل الملائكة والروح فيها. على من تتنزل؟ أنا بعد ما أقدر شوية لما تجي الهاشمية العلوية لازم أتكلم بهذه اللغة. إذن تتنزل الملائكة والروح فيها على من؟ على آل محمد. أمس الملائكة قلنا وين تروح؟ إلى حرم الحسين، هناك تأخذ الأوامر والنواهي الإلهية ثم تعرج المن؟ الله ينزلها إلى صحن الحسين، من صحن الحسين تأخذ الأوامر ثم بعد ذلك تذهب. هذه الأولى، إن الأوامر من تصدر للملائكة؟ من أهل البيت عليهم السلام. ماذا يقول الإمام؟ نعم الإمام يقول إنه من والاهم شنو؟ من والاهم فقد والاه. إذن الطريق إلى الله من هم؟ أنت ما تقدر الآن تروح إلى حيدر العباد. أكو بيكم فد واحد قاعد الآن يقول أقدر أروح له؟ طوني فد واحد، حتى هذا المحافظ طوني فد واحد يقول هسه اتصال واحد أقول له باكر بالخضراء أدخل عليك. يصير موعد وشنو؟ سكرتير وفتشونك يا أخي. هذا الله جعل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة من هم؟ خلاص تبعت التعليم متقزز وتعبان على تقول إيش دعوة هذا الشيخ يتكلم هاي اللغة الصعبة العالية؟ لا، تمرة وبيها نواية وقشر النواية يسمونه قطمير. أنا بعدني ما متكلم القطمير، ما قاعد شوي أسولف وياكم هيك سوالف بسيطة، وإلا ذا سولف شو نسوي؟ زين. على كل حال مولانا الطريق، إذن طريقهم وبأمرهم نزلت الرسل. إذن هذه الأنبياء بأمر من نزلت؟ بأمر أهل البيت، الرسل، الأنبياء، الملائكة. الله بعث الروح الأمين. من الروح الأمين؟ جبرائيل؟ لا مو جبرائيل، اتحدى تقول إنه الروح الأمين جبرائيل. ما جبرائيل أقدس ملك، وأكو فوق جبرائيل ملك أعلى جسم. الروح تتنزل الملائكة، جبرائيل والروح أعلى. هذا الروح يمشي مع علي بن أبي طالب ليل ونهار، الذي أعلى من جبرائيل. وجبرائيل طاووس، طاووس الملائكة. جبرائيل للعلم خلط لك فد وظيفة عند آل محمد، خادم على مهد. هذا جبرائيل، خابصين الدنيا بجبرائيل وجبرائيل كذا وجبرائيل كذا، وجبرائيل ما يصير خادم عند الأسر. إذن الروح الأمين بهم فتح الله، بهم يختن، بهم ينزل المطر.
إذن نحن الآن من الذي يدير الأمور؟ من الذي يدبر الأمور؟ هم أهل البيت. ونستشهد بأنهم صلوات الله عليهم بأن الإرادة الأمور بأيديهم. الإمام علي من خلال الخطبة النورانية، الخطبة النورانية الخطبة النورانية ما أقدر أفتحها الآن، أحتاج لفس 60 ليلة أتكلم حول الخطبة. شنو؟ وأكل خطبة الفاطمجية، وأكل خطبة المدري يسموها بعد، ما أقدر أحكي، خاف النوبة تقولون الشيخ قاعد يجيب ألفاظ مدري وحديث طارئ. حتى تعرفون أمتكم المظلومين، بل ستعرفون الحسين بن فاطمة بن علي بن أبي طالب، خذ يا رباب، علي الأكبر السجاد، إمام يشور، خوش آدمي يصدق، إجاله واحد انطاه. هذا الإمام من وصف على هيك إمام ما اشتري بقشر موزة. هذا الإمام تعتقد أنت؟ لا، الإمام أعلى، الإمام بيده الكون، كل الإمام، الإمام حجة الله في الأرض. شلون تعطي هذا المقام أنت؟ شلون تعطي هذا المقام؟ ما يصير، الإمام أعلى من ذلك، أعلى من ذلك الإمام. زين، بعد لولاهم ما خلقت سماء مبنية. إذن علة الوجود من؟ علة الوجود هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا حبيت أقولك بداية. بعد إذن لم ينزل المطر، إذن هذا المطر بمن ينزل؟ يقول بكم ينزل الغيث. يعني شنو بكم؟ يعني من أجلكم ينزل الله الغيث للعباد، وهكذا من أجلكم يمسك الله السماء. هاي السماء الآن مستقرة بمن؟ هذا الحكي ده ما تقنع به ترى التفسير في جملة الكافرين لآل محمد. هاي زيارة قاعد تقول زيارة، شوف هذا مقطع الزيارة طلع بمفاتيح الجنان قاعد يقول، يقول من أراد الله بدأ بكم، بكم فتح الله، بكم ختم الله، بكم ينزل الغيث، بكم كذا. هاي ألفاظ الزيارة، هاي مو أنا بس، أنا قاعد أوضح ألفاظ الزيارة. هذا مو كلامي، كلام الإمام، هذا كلام إمام معصوم حجة الله. بعد يمسك السماء أن تقع على الأرض، ولولا إنهم أهل البيت في الأرض لساخت الأرض. طبعا الأرض لماذا تسيخ؟ وحياتك، أنا عندي عقيدة، أنا هاي إيدك، شوف إيدك، هاي شوف حركة إيدك هاي، إذا مو آل محمد إذنولك ما تحرك. هاي قعدتي أنا على المنبر وجيتي من القرمة اللي هنا، وحياتك لو ما آل محمد آذني لي، مو الله آذني، لو مو آل محمد آذني لي ما صاعد أنا. وهاي المايكروفون أربعة ما يشتغلن لو ما آل محمد يأمرونه، والكل تحت أمرة محمد وآل محمد. اللي يرضى يرضى، والما يرضى بعالم البرزخ يكضون يشلعون ذانات. وسجل هذا المقطع وطلعه وحطه مولانا، الما يرضى بكلامي خلي روح مولانا يشرب ماء البحر، ماء البحر مالح بس ماء القرنة حلو، ماء القرنة كلش مالح، أنا لما توضى يحترقن عيوني. اشرب ماء بحر هناك مولانا، لما وكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم شنو؟ حديد، الشوف الحقيقة. هذا الكون كله بيد محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا الأرض ظالمة، الإنسان ظالم، وإلا سبحانه وتعالى شو تقول أنت في الدعاء؟ سبحان من لا يؤاخذ الأرض شنو؟ بألوان العذاب. وإلا مولانا احنا كل شو نسوي؟ كل شو كلاشي، صح لو لا؟ احنا البشر شنو نسوي؟ كل شو كلاشي. لكن لولا أهل البيت عندنا لساخت الأرض ومن عليها. إذن بقاء الأرض مرهون بمن؟ مرهون بالنبي، بالإمام. وبالتالي فإن بقاء الأرض مرهون ببقاء الإمام، وذهاب الأرض مقرون بمن؟ بذهاب الإمام. هطول المطر بمن؟ بالإمام. الرزق بالإمام. تشير عبالك يعني الرزق أنت، يعني الله يقسم لك الرزق؟ لا، دعاء الندبة يقول، دعاء الندبة شو يقول دعاء الندبة؟ يا جماعة المهدي بن الحسن، مدى الحجة بن الحسن، حتى تيهوني اسمك سيدي شيعتك، ما أدري اليوم شو يقولون علي. اشتغرب دعاء الندبة، يا من بيمنه شنو؟ يا من بيمنه رزق الورى، أنت بيمني صاحب الزمان ترزق. الله رازق، الله رازق لو رازقين، الله رازق فرد. القرآن يقول خير الرازقين، إذن أكو رازق وشنو أكو؟
كان رازقين من ذولا أمي وأبوي. ما أدري يعني ما أدري ما أدري الحكي عربي مدري عربي مدري إنجليزي واضح ولا مو واضح. الله من أسماء الحسنى رازق لأمو رازق. خوي يقول خير الرازقين شنو معناته؟ أكو رازق وشنو أكو؟ من ذولا الرازقين؟ يا من بيمنه رزق الورى. ستقول لي شنو؟ أسجل لك الأدلة والروايات موجودة موجودة الروايات. بعد الإمام الحسين ماذا قال في يوم عاشوراء؟ إذن هذا نزول المطر وهطول الخيرات على العباد يكون بمن؟ بوجود الإمام. لولا وجود الإمام لساخت الأرض ومن عليها ساخت الأرض. الإمام ماذا قال في كربلاء؟ بنا فتح الله وبنا يختم، يعني الله افتتح الخلق بينه ويختم الخلق بينه. إذا طلع صاحب الزمان وقتل أكو دنيا بعد الظل؟ طبعا صاحب الزمان منو تقتل امرأة ثابت الرواية ثابت اسمها سعيدة تقتله بعد أن يجوب الأرض تصعد على سطح دارها فتأخذ صخرة وتضربها على رأس إمامنا صلوات الله فتقتله. هاي موجود لو كان عندي مجال إن شاء الله في ليلة العباس أتكلم عن رجعة راح أجيب قضية الصخرة كيف تقع على رأس إمامنا فتقتله صلوات الله عليه. زين إذن بنا فتح الله يعني إحنا علة الإيجاد. أنت الآن لماذا موجود؟ بسبب من أنت الآن موجود؟ بسبب من؟ علة الإيجاد محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. ولذا ماذا تقول الرواية؟ لولاهم ما خلق الله الوجود فهم الأنوار الأولى التي خلقها الله سبحانه وتعالى وخلق الوجود لأجلهم. إذن الله بنا فتح الله يعني فتح الدين فتح الخلق فتح الإسلام بنا صلوات ربي وسلامه عليهم أئمتنا. بعد شكو أريد أن أقول عبارة. هاي العبارات يحتاج إلى شنو؟ إلى شرح وإلى تدقيق، ولكن دعوني أن أشير سريعا إلى هذه النقطة. الإمام الحسين عليه السلام ضحى بكل ما عنده صح لولا؟ بكل ما عنده ضحى. الله شراح ينطي الحسين ضحى بشيء ضمشي على الله. أتحدى واحد الآن قاعد وهاي الدنيا كلها من آدم ودون آدم أكو واحد يدعي دعوة إن الحسين ضم على الله شيء؟ الله بمن يجازي الحسين؟ قال له حسين أنا بعد أختصر المحاضرة 40 دقيقة راحن مولانا والمحاضرة اللي محضرها قرابة 30 ورقة إذا طبعت كتاب مجلد 30 ورقة على الليلة. شوف 30 ورقة أقرأها كلها لكم ما معقولة ما معقولة فتعذروني راح أختصرها بحشايتين ما الحشي عرب هذا الحشي الكاتبة بحشايتين. الله سراح يجاز الحسين سراح يجاز ضحى بكل ما عنده كل شنطة أبو السجاد خل أقول لك حشاية وحياتك سيئة. هاي القصة راح أقصها هي عصارة فكري كله مرة 14 سنة القبلتوها أخواني أنا أحطكم على رأسي ما قبلتوها أحط كذا هم على رأسي أقبلها الردات من عندكم إخواني. خل أقلكم حكاية أكفت قصة من هاي القصة افتهم كلامي هاي القصة واختم الحكي وهذا الحكي كله راح أطبقه وين وأرد للبيت. هذا يحتاج لحكي مولانا والمنبر ما أقدر بساعة أنا أحكي ما أقدر مولانا. في يوم من الأيام أكو فد ملك من الملوك يلا أسمع القصة وهاي القصة بيها محل الشهر. ملك من الملوك خرج إلى الصيد قبل الإسلام ما أدري ساعي لو ما ساعي خلاص راح أنا أوضحها أكثر وانطيها رتوش أكثر. راح للصيد يصيد للنزهة كذا كذا تاه عن جماعة دور عليهم شرق غرب يمنى يسرى ما لقاهم. هذا ملك عطشان جوعان دنيا حارة ظل يجول الصحاري باوع من بعيد أكو فد شنو خيمة. راح للخيمة لقى فد رجل شيبة كبير مثل العم الحج الله يبقى الحجاج كبير لقى عنده معز 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 دخل سلام عليكم هذا إنسان كريم طيب الحجي راح حلب المعز انطاه ارتوى
صار وقت الغداء عشاء، هذا مقام عالي الملك، خو ما ينطي شنو خبز وشاي، خبز شعير وماء البير وزيارة الأمير. هاي احنا عندنا بالحوزة قانون، قانون قانون بالحوزة النجفية، زاد الله في علا النجف، زاد الله علا النجف وشرف النجف، وحفظ الله علماء النجف الأبطال الغيارة، الله يحفظ المراجع الكرام ساداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا، نقبل أياديهم واحد واحد بلا استثناء، قدس الله أنفاس الماضين حفظ الله الباقين. النجف احنا وعلي مثل الماي، انا صبح بوجه ساعة 6 وامس ساعة 6، لروح الولها قبيل الموت امنية ان انظر النجف الاعلى وواديها وان اموت ويغدو تربها كفني. على كل حال الحكي عن النجف مو بمحرم، رمضان كل علي عندي ولا ينجوب طاري الحسين، انا الحسين منطي اطلب رمضان بس علي. الله يعطيكم فد بخت، تعرفون علي؟ فد واحد منكم يعرف علي؟ فد بخت ينطي. هذا مولانا الملك اجا وقت الغداء، هذا الشايب باوع قال هذا ملك ما عنده شيء، فعنده بس هالمعز فضحها بها فذبحها فقدمها فاكل الحج. عنده بعد شيء؟ هذا المعز كان يشرب من عنده حليب يعيش بيه، قدمه للملك بالاثناء جماعته لقوه، ها قالوا الحمد لله ارتويت هذا الحج رواني الطيب الكريم وذبح للكبي المعز خذا وياه، صار رايه يجازي الملك. افهمها عبارتي، الملك يريد يجازي هذا الضحى بكل شيء، فقال له ما دام هذا ضحى من اجلك بكل ما يملك فانت يجب عليك ان تقابل احسان بنفس الاحسان، العطاء بنفس العطاء، ان تعطيه الملك وتستقيل. استقال الملك وقدم الملك لهذا الضحى نفسه، وهو عنده معز ونطايع عن الحسين بن علي. خل احكي حكايات بسيطه عمود قال الحسين بن علي صلوات الله عليه انطى كل شيء. الله مقلب علي، تعال اقول لك حكاية عمي، تعال انت وليدنا وعزيزنا وحبيبنا، انت ذبيح الله، انت ثار الله، باشر اقول انثار الله شنو معناته الوتر الموتور، ويلي عليك ابا عبد الله، هذول شيعتك ما ادري الان يرضون علي لو ما يرضون، مولاي رضى ولا ما رضى، وانت كن ترضى خلاص. الله مقلب علي، انت كل شنطيت انا هم راح انطيك. ايش قال له؟ قال له إرادة الرب في مقادير اموره، قال له الامور اوكلتها لك ابا عبد الله، الامر كله بيدك، إرادة الرب في مقادير اموره تهبط اليكم. ابو علي راح اخلي الامر كله بيدك، حياة موت رزق كل شو كلاش بيدك ابو علي، في امان الله اودعناك ابو علي، الزم مفاتيح الدنيا بيدك ابو علي، مفاتيح الاخره بيدك ابو علي، مفاتيح الجنه بيدك ابو علي، مفاتيح النار هم بيدك، وان شاء الله ابو علي عندي عتاب ويا انا، اريد اي واحد عنده شك بالحسين ياخذ ابو علي الجهنم ان شاء الله، كل واحد عنده مقدار شك قطره الماء، هاي شوف اذا عندك شك بقلبك اسال الله ان حشرك معه شمر وقنفذ، إذا عندك شك بعطاء الحسين الله يشلع قلب كل من يشلع قلبه بالحسين. فهمت القصة؟ الملك أنطى الملك، الله الملك أنطى كل شيء الحسين، كل شيء بيده عزيز، يوم القيامة جنتنا الحسين، نارنا الحسين، حياتنا الحسين، الحسين يحيي الموتى، الحسين يحيي الموت. أجيب دليل هذا بحار الأنوار، هذا بحار الأنوار للعلامة المجلسي، اسمع شي يقول العلامة المجلسي رحمة الله عليه، أبو خالد الكابولي، اكو كم واحد ما عنده ديانه، خلي شويه نطي ديانه، هاي كتب ال محمد عزيزي، هذا مو حسين يسولف، ال محمد ويلي سيد. ابو خالد الكابولي عن يحيى ابن ام الطويل يقول كنا عند الحسين فدولك ابو علي، اذ دخل عليه شاب يبكي فقال له الحسين ما يبكيك؟ قال ان والدتي توفيت في هذه الساعه ولم توصي ولها مال، وقد أمرتني ألا أحدث في أمرها شيء حتى أعلمك خبرها. ماتت أمي وعدها مال وقالت خاف أموت، قل للحسين. فقال الحسين قوموا بنا حتى نصير إلى هذه الحرة، فقمنا معه حتى انتهينا إلى
إلى باب البيت الذي توفيت فيه المرأة مسجات، فأشرف الحسين على البيت ودعا الله ليحييها حتى توصي ما تحب من وصيتها، فأحياها الله وجلست، وإذا بالإمرأة جلست وهي تقول: هذا هو الحسين الذي أرجع روحي. أوصت فأشار الحسين بيده فماتت برة. ها أبو علي شلون؟ إيه مولانا خلطيك بعد حشاية. الحسين عنده علم الغيب، علم الغيب عند الحسين. شاب مثل هاي الوجوه الطيبة إجي يزور الحسين. عندي عشر أختم بيها قليل على فاطمة العليل. قليل إن شاء الله. خل آخذ دقيقة من عندك شوي حتى أقبل. عندي باشر جد إعرابي دخل على الحسين ليخبره بعض المسائل، عند بعض المسائل. فجاء وجلس. قال له الحسين: يا فلان قم من مجلسنا، إنكم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم. عرفتها؟ يعني استعملت العادة السرية وإنت بالطريق وإجيتني مجنب، فلا يليق أن تجلس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه. عندي بحث، كون الله يعطيني عمر 10 ثانية أو ثالثة أتكلم على رأس الحسين كم مرة. قال الحسين: إيش علم هذا مجنب؟ يعلمون الغيب. بعد أجيب القويات، أنا أجيب القويات، فطرس مالي غرض بيه، أجيب القويات أحسن شوية. آخر عبارة وأختم بيها قصة حدثت في زمان أمير المؤمنين بنزول المطر ببركة رفع إيد الحسين. بس رفع إيد، الله جعله سلطان بعد. كان السلطان بس يأشر. وحياتك أنا عندي فدح شاي. أقول له ما أقول؟ أقول أقول وما خاف. نظرة هسه من الحسين من قبره، نظرة يحيي واد السلام من آدم إلى يومنا. نظرة حتى آدم يجي يحضر مجلس تعزية. طبعا هذا أقل مثال جبت لك، ولا عندي أمثلة طير يعرفوني كم واحد هنا حاضر يعرف أمثلتي. إذا أطير أنا. هلا بعض. اسمع. يقول: جاء أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين فشكوا إليه إمساك المطر، وقالوا له: ادعوا لنا يا علي، استسق لنا صلاة الاستسقاء. فقال علي للحسين: قم واستسق يا أبا عبد الله. فقام الحسين عليه السلام رافعا يده في الكوفة إلى السماء، وإذا بالمطر يهطل من السماء مطرا كثيرا. لبيك هاي الكلمة، لبيك يا حسين عزيزي، تدري شنو ثمرتها؟ يلا والعباس آخر حشاية أختم، حطيت أمامي أختم. هاي رواية يا راح أذكرهن، أدري قويات خل أذكرهن. أدري. تدري إذا واحد ميت أبوه، اسمح الرواية. إذا واحد ميت أبوه شايل نعش أبوه، إذا يجيك واحد بحاجة تقدر تقضي له حاجة؟ لا جابوني صراحة. لا الله عليكم ما تقدر، أبوك نعشة. الرواية تقول: عندما قتل علي بن أبي طالب في الكوفة والحسين يشيع أباه، طبعا على ابن أبي طالب، منو شان نعشة؟ منو دفنه؟ لا والله ما دفنه الحسن ولا دفنه الحسين ولا. الله 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 الله، معارف علوية ما أقدر أحكيها. شان منو دفن علي؟ كيفه باوليدي كيفه؟ منو دفنه؟ كيف؟ إيه مولانا يقول الحسين رافع جنازة الإمام علي. إجاله واحد قال: لمن هذه الجنازة؟ قال: جنازة علي بن أبي طالب. قال: ما اسمك؟ قال: الحسين. قال: ما اسم أمك؟ قال: فاطمة. قال: لعنة الله على علي وعلى فاطمة. الحسين تبسم، قال: لعلك غريب. قال: لعلك مسكين، زوجتك مأذيتك. قال: إذا ما عندك سكن تفضل بيتي، محتاج فلوس تفضل خدمتك. قال له حسين، لعنت أباك وجدك وأمك، شنو هالهاية؟ قال: نحن معاشر أولاد الأنبياء، أمرنا جدنا رسول الله أن نعاملكم بالأخلاق. هاي الرواية الأولى لقيتها اليوم لقيتها. رواية ثانية ما سامح، أنت يمكن ما سامح، اسمح
في حرب النهروان على ابن أبي طالب، أسر لو ما أسر جماعة بالنهروان، وربطهم لو ما ربطهم. الحسين كان قائد لو مو قائد، محمد بن الحنفية، الحسن، العباس. يقول الحسين مريت على أسير، باوعلي قال لي حسين افتح وثاقي، أنا ما أحب الذلة. حسين دنق راسي قال له مو أنت محارب أبوي، عرفت منه هذا ولا؟ راح الإمام الحسين قال له أبا هذا طلب مني وأفك إيده، ويقول ما أتحمل الذل. قال له أبا عبد الله لك ذلك، إلك. أعطاه الله كل شيء الحسين، كل شيء الله أعطى الحسين. قال له حسين إلك هذا الأمر، روح روح. راح الحسين فتح وثاقه، نظر للحسين، عرفت منه هذا؟ هذا شمر بن ذنجوشن. شمر بن ذنجوشن ماذا فعل مع الحسين يوم عاشوراء؟ ماذا فعل؟ أقسم على الله بهذه الليلة سيدي أبا عبد الله، أقسم عليك ببناتك، بفاطمة العليلة، برقية، بسكينة، أقسم عليك لا تطلع واحد من هذا المجلس إلا وقد وضعت يدك أبا عبد الله على قلبه، قلبه قلبه، قبل لا أبدي بالمصيبة، قبل لا أبدي والضياء يتقلل عزيزي، اقسم على الحسين الليلة، قل له بالعليلة وبرقية وبسكينة وببناتك وبنسوانك وبالعلويات أبا عبد الله، نريدك تقضي حوائجنا مولانا، تدعو إن مولانا أبا عبد الله.